السلام عليكم مرة أخرى محمد الهادي يتحدث لك. أوبر جامد يعني. أنا بحب الأفوار يا مان. قشطة. لا هتحطها بالأوفر دي. هحطها بالأوفر طبعًا. لو أنت ما اتفرجتش على الفيديو اللي قبل اللي فات واللي فات يبقى خش اتفرج عليهم. لو ما اتفرجتش على البلوج اللي عملته مع كريم ده اللينك بتاعه، عملنا بلوج في ليدز. ولو ما اتفرجتش على البلوج بتاع لندن برضه ممكن تخش تتفرج على البلوج بتاع لندن، كريم مش موجود فيه. بعد كده ايه في الفيديو ده خش اتفرج عليهم. كنتش نايم. المهم الفيديو بتاع النهارده ده، الفيديو ده انا عامله علشان اتكلم عن الفرق بين الغربه في دبي والغربه في انجلترا، او الفرق بين الغربه في دول عربيه ودول اجنبيه عامه. لان ناس كتير جدا بتقعد تسالني ليه ما تهاجرش، بالذات ان في دبي الموضوع سهل ان انت تهاجر. بس فانا عندي شويه يعني نقط كده انا كاتبها، حاجه مثلا انا شفتها في دبي فهقول النقطه وانت مثلا تقول لي انت مريت بيها ازاي هنا، وانا اقول لك برده في دبي ايه الفرق. تمام. بس يلا بينا. يلا بينا. اول حاجه نتكلم عليها اي واحد يفكر يسافر هي الاقامه، الاقامه دايمه ولا اقامه مؤقته. عشان تسافر تسافر ازاي؟ ممكن انا اقول انا الاول مثلا دبي او الدول العربيه ما فيهاش اقامه دايمه، اقامه مؤقته. يعني انت بتسافر تدور على شغل او بيجي لك شغل وانت قاعد مثلا في مصر فتسافر على اقامه شغل. حلو. فبتبقى انت حياتك في البلد دي مرتبطه بان انت عندك اقامه في البلد دي عشان انت بتشتغل. سبت الشغل يا اما هتلاقي شغل تاني يا اما لازم تغادر الدوله. تمام. انت ايه الوضع عندك؟ سهل اصلا تسافر ولا لا؟ الوضع هنا في انجلترا، انجلترا شويه صعبه عن اغلبيه الدول التانيه كفيزا. يعني انا بالنسبه لي الموضوع مختلف شويه لان انا كنت متجوز مرات انجليزيه، فالجواز من الانجليزيه بيديك الحق ان انت تاخد اقامه، وبعد كده بتقدم على اقامه دايمه بعدها، وبعد كده ممكن تقدم على الجنسيه. فهي مراحل هنا. حته ان انت تيجي على شغل نادرا جدا ما تلاقي حد جاي انجلترا عشان شركه جايباه، ولكن في اطباء، الاطباء ممكن اليوم ما فتحوا مؤخرا الاطباء الموضوع زاد مش شوية. فتحوا ولكن هم غيروا الامتحان. الامتحان اللي كان بيجي عليه غيروا الامتحان بس، ولكن الدكاتره اعتقد هم ليهم فرصه اكبر في الموضوع ده. بس طيب خش على اللي بعديه، السكن. اوكي. السكن عندكم هنا نظام السكن؟ وبعدين معلش عايز اقول لك حاجه، عشان انت برضو قاعد في ليدز انا سمعت ان لندن مختلفه شويه مثلا. السكن طبعا بيختلف من منطقه للتانيه، يعني في مناطق بتبقى اسعارها كويسه وفي مناطق بيبقى اسعارها غاليه جدا زي لندن. انت طبعا رحت لندن وشفت اسعارها غاليه جدا. في ليدز هنا الاسعار كويسه. الناس بتشتري ولا بتأجر؟ لا في كتير، في كتير جدا جدا ناس بتشتري. لان هنا في نظام المورجج، مورجج اللي هو انت بتشتري وبتدفع مثلا اقساط للبنك، بتاخد مثلا على ضمان اي حاجه في حياتك، او مثلا بتاخد على ضمان شغلانتك، او لو عندك قطعه ارض او مش عارف ايه او بتاع ممكن تاخد عليها على ضمانها يعني المورجج. في ناس بتشتري وفي ناس بس في ناس كتير بتشتري. مثلا احنا عندنا في دبي برضو نفس الكلام نظام المورجج ده. بس المشكله في دبي يعني اغلب الناس في دبي بتاجر ما بتشتريش. لان المشكله هناك ان السكن ما بيحافظش على سعره، يعني حسب اقتصاد البلد. لو اقتصاد البلد قل شويه السكن بيقع. وغير كده انت لو انت ذكرت من شويه موضوع الشغل اللي هو انت تحت رحمه الشغل، اللي هو لو سبت في اي وقت ممكن فانت مش مستقر طبعا. فانت مش اكيد مش هتبقى عايز تشتري لو انت مش مستقر في البلد. اقول لك حاجه، احنا في مصر مثلا عمر ما السكن سعره يقل. انت بتشتري بيت يا اما سعره بيزيد يا اما بيثبت. لكن في دبي لا، انت ممكن تشتري ممكن يقل، ممكن يقل جامد. هل هنا ممكن حاجه الاسعار تقل ولا لا؟ لان الموضوع ده برضه هي حسب الايكونومي، حسب الاقتصاد. كمان ان المواطنين، يعني انت هنا ناس كتير عايشه هنا سكان البلد. حتى انت مثلا لقيت مقيم هنا مش مرتبط بالشغل زي ما انت قلت، لكن هناك لو حصل اي ازمه والناس مشيت خلاص ما بقاش في حد يشتري فالاسعار بتقع. هي دي الفكره. بس فتالت حاجه بقى خش في الاكل. احنا طبعا عشان دوله عربيه ما عنديش مشكله في الاكل. انتوا عندكم ايه بقى؟ هنا الاكل طبعا يعني انت لو قررت ان انت تقيم هنا فانت بتحاول تتاقلم نفسك طبعا على الاكل اللي موجود، لان انت يعني مش هتلاقي دايما الاكل اللي انت بتحبه هنا. تحاول ان انت تجرب اكل جديد وتحب اكل جديد، لان مثلا انا ما باكلش اكل مصري خالص هنا. زي ما قلت مرات انجليزيه فما بتطبخش اكل مصري. لو عايز اكل اكل مصري يا اما بقى اروح، ممكن اروح لندن اكل في مطعم هناك، او نادرا مثلا الاقي محلات بتعمل اكل عربي مش مصري هنا في ليدز. لكن لا، في طبعا لما بروح مصر ببقى الاكل وحشني جدا ان انا اروح اكل يعني. اخر حاجه بقى، اخر حاجه لا مش اخر حاجه بس عندنا حاجات كتير. في حاجه بقى اللي هي الامان. احنا عندنا في دبي الامان ليفل عالي جدا. يعني انا ما شفتش في اي بلد في العالم تسيب حاجتك في العربيه، تسيب العربيه اصلا شغاله. لو عندك عيال صغيره عايز تسيبهم ينزلوا يلعبوا بالليل، الامان عندنا عالي جدا. في لندن انا سمعت مثلا ان في مشاكل ممكن الناس تسرق بسهوله. هنا طول ما احنا بنصور في الفلوج مثلا اللي احنا صورناه انت بتسيب الكاميرا جوه العربيه عادي وبنطلع وبنخش. هنا الامان لا كويس، ليفل كويس.
لدرجه ان انا عندي في الفيديوز كتير بسيب كاميرا في اماكن مختلفه اسيبها تعمل تايم لابس واسيبها وامشي واروح على المحاضره وارجع وبتاع الكاميرا الصغيره عشان ما حدش يشوف. فلا في انا يعني جالي احساس الامان ده كتير يعني ان انا ممكن انزل اجيب حاجه وعربيه شغاله ومش يعني في امان. انا بقى هتكلم عن حاجه ليها علاقه بالشغل برضو عشان انا الناس ايه دايما بيسالوا عن موضوع الشغل ده. هما ثلاث حاجات ليهم علاقه ببعض ممكن اسالهم كلهم بسؤال واحد. اولا أوكي. الشهاده احنا عندنا مثلا شهاده مش محتاج نعمل معادله بنشتغل على طول الشهاده المصريه. ثاني حاجه فرص العمل متوفره ولا لا نسبه كبيره. احنا مثلا عندنا دلوقتي فرص العمل قلت شويه بسبب احنا في دبي داخلين على اكسبو وبدات المشاريع تخلص اللي كانت شغاله ففرص العمل قلت شويه. اخر حاجه بقى العماله الرخيصه احنا في دبي مثلا رخيصة لهم يعني الاجر بتاعهم رخيص. فالهنود مثلا موجودين والفلبينيين والناس دول شغالين في كل شغلانات دكاتره عمال أي. كل حاجه لو في شغلانه موجوده هم لو قدموا عليها بيقبلوا برواتب قليله فالموضوع ده بيقلل الرواتب بتاعتنا احنا لان احنا مقارنه كمان بالرواتب الانجليز مثلا في دبي بياخدوا رواتب عاليه جدا العرب اقل. يعني هنا مثلا لو واحد مش انجليزي هل في فرق في الرواتب بينه وبين الانجليز لا. وفرص العمل لا يعني ما فيش تفرقه في الموضوع ده. انت ايا كان انت جاي منين في شغلانه بتاخد زي اي حد في الشغلانه انجليزي مش انجليزي بتاخد نفس الراتب. موضوع الشهاده نادرا ما هتلاقي حد بيشتغل بشهادته بره لازم يا اما يعمل له معادله يا اما يدرس تاني يا اما لازم يشتغل في المجال وياخد فيه اكسبيرينس عشان يقدر يشتغل فيه. فلا الشهاده ما ينفعش مش زي الخليج بينفع تعادلها او انت تخش عليها تشتغل بيها. لا ما فيش الكلام ده. فرص العمل بقى هنا ايه نظام فرص في يعني في بطاله مثلا ولا في فرص عمل؟ لا فرص عمل موجوده متاح فرص العمل في كل مجال. انت بس محتاج تدور كويس ومحتاج ان انت يكون عندك اكسبيرينس كويسه محتاج تكون ممكن تكون دارس مثلا او كده. لا في فرص عمل بس ما فيش فرصه الواحد يجي زياره هنا يدور على شغل. لا زياره اصلا ما ينفعش ممنوع عليها يعني انت جاي على فيزا سياحه ما ينفعش ان انت تشتغل عليها. ايوه مستحيل. لا وان واحد جاي سياحه مثلا ويقعد يدور بقى يلاقي شغل وكلام مفيش كلام ده مش موجوده عندنا. مش موجوده اعتقد دبي فيها كده. احنا عندنا كده. انا نفسي اصلا رحت دبي زياره ودورت على شغل وبعدين غيرت ممكن اسافر ارجع بس اقدر ادور على شغل. لا هنا مفيش الكلام ده. حاجه بقى مهمه او حاجه انا نفسي كنت واخد عنها فكره معينه يعني العنصريه ان الانجليز عنصريين وكمان بقى لو عرب والكلام ده بس مثلا انا في لندن شفت مسلمين كتير جدا في كل حته. انا ما حسيتش بعنصريه بس انا عشت هنا يومين او ثلاث ايام. احنا عندنا مثلا في دبي من المواطنين نفسهم يعني مواطنين الاماراتيين محترمين جدا وانا عمري ما شفت اي حاجه خارجه مثلا ضد يعني جنسيه ثانيه. مش هتكلم عن دول عربيه ثانيه بس انا هتكلم عن تجربتي انا عشان عشت في دبي. تمام. فدبي ما فيهاش المشكله دي خالص. هنا بقى بالنسبه للانجليز انتوا بتحسوا هل في اي لا الاغلبيه ما فيش الاغلبيه مفيش دي مهمه جدا الاغلبيه لا ولكن في حالات عنصريه كتير ولكن الاغلبيه مفيش ولكن في حالات عنصريه كتير وبتبقى اكتر تجاه المحجبات لان ممكن احنا بس معني بشوف محجبات كتير قوي يعني بنشوف كتير ما هو انا هتقلق الحجاب عشان في عنصريه لا هي كمل بحجابها انت فاهم ولكن في حالات بتلاقي ناس مثلا لا يعني عشان لابسه حجاب فبتلاقي حد مثلا مضايقها او حد شتم او بتاع او كده فاتجاه المحجبات بيبقى فيه وطبعا المنقبات ولكن زي ما قلت الاغلبيه لا مفيش ولكن في بعض الحالات وكان بيجي عليها فترات كانت بتبقى فترات يعني في فتره مثلا من قريب لسه عيل ضرب عيل سوري في المدرسه وكانت الدنيا اتقلبت واحده مصريه ضربوها في اعتقد في نيوكاسل او حاجه زي كده بسبب الحجاب يعني ولا عشان مسلمه؟ اعتقد عشان مسلمه ما كانتش محجبه في لا يعني في حاجات في مثلا جاء على السنة ممكن الموضوع يكون قل عن زمان كان في السنه اللي فاتت مثلا ايفنت يعني مش ايفنت بدا حصل حوار كده كبير ان بداوا يوزعوا ورق ان يوم كذا اسمه بانشمنت داي عملوا حاجه اسمها بانشمنت داي يوم العقاب وزعوا ورقه وتوزعوا على البيوت اللي هو اضرب مسلم بالقلم تاخد مش عارف ايه ارمي عليه ميه نار في انجلترا كلها اضرب عليه ارمي عليه ميه نار مش عارف تاخد قد ايه حاجه كده يعني عملوا عليه اسمه بانشمنت داي في انجلترا ده كان حصل السنه اللي فاتت بس ما حصلش حاجه يعني الورق اتوزع بس ما فيش حاجه حصل ففي بعض الناس عقليتها مريضه. طيب اخر سؤالين سريعين جدا. اول حاجه العوامل الجويه عشان احنا بنعيش في جزئين من العالم مختلفين تماما عن بعض. انا يعني وقت الشتاء بيبقى الجو حلو وقت الصيف حر فظيع. انت هنا النظام هنا في الصيف
ممكن تلاقي ساعة يعني مش حر حر قشطه في اللذيذ، ممكن حر حاجه 20 في العشرينات. في الشتاء طبعا زي ما انت شايف كده مطر، احنا كده لسه في اول الشتاء، لسه الشتاء بيقول هاي في تلج طبعا. لا بيبقى صعب، بيبقى صعب لان احنا مش مولودين هنا، مش متعودين عليه. ممكن الانجليز متعودين شويه بس برضو بالنسبه لهم صعب. بس توصل لمرحله احنا مثلا احنا وقت الحر في دبي مثلا في فتره معينه في السنه رطوبة عالية جدا وحر عالية جدا، ما تقدرش تعيش برا العربية او برا البيت يعني. الموضوع بالنسبة لك صعب. الموضوع هنا بيوصل لمرحلة انه يأثر على حياتك اليومية العادية. هو الناس بتحاول انه ما يأثرش، يعني الناس بتحاول اقدر انه ما يأثرش، لكن احيانا بيأثر. احيانا بيأثر التلج ممكن يوقف. انتوا هنا ليدز التلج بيوصل عالي؟ بيبقى عالي كمان، واحيانا بيقفلوا المدارس، يعني ممكن مدرسه تقفل بكره عشان التلج عالي وما ينفعش حد يخرج. عندك في البيت بتولع خشب وكده ولا لا؟ عندنا دفايه. اغلبيه البيوت هنا مجهزه ان هي بتبقى فيها تدفئه داخليه، مفيش بيت في انجلترا ما فيهوش تدفئه داخليه عشان البرد اللي انت شايفه. عندنا برضو في دبي مفيش بيت ما فيهوش تكييف تكييف داخليه. اخر حاجه بقى، حاجه يعني مش عارف هي ايه بصراحه، بس هو سؤال غريب يعني. انا احنا مثلا في الخليج بيقول لك انت ثري عربي يا اخي جاي من الخليج وبتاع والكلام ده، نازل مصر اصحابك كلهم بقى كل حاجه تروح مطعم يقول لك ما تدفع بقى يا عم انت جاي من الخليج، فانت بقى جاي من انجلترا بيقولوا لك ايه؟ نفس الكلام استرليني. يعني الناس بعدها برده فكره ان الجاي من انجلترا ده يعني فلوس بقى. بص هو ده فكره ولا السفر عامه؟ فكره السفر عامه، اي حد بيسافر بره بلده وبيستقر بره بيبقى فاكر ان انت يعني ايه، احنا بنتكلم على الاهل على القرايب، بنتكلم على الناس عامه. بيفتكر مثلا ان تعبي مثلا في شوال خلاص، بس هي الفكره ما الدنيا مش كده بقى، مش كده خالص. مش هقول زيها زي يعني اي مكان، ولكن انت لازم تتعب عشان تلاقي. يمكن هنا الفرص كويسه والفلوس كويسه، بس مش اللي هو اوفر يعني، مش اللي هو يعني في حاجه يعني ما اعرفش. المصاريف برضو غاليه يعني. لا غير المصاريف، انت عندنا في دبي ما فيش الكلام ده، بس في الدول ممكن زي امريكا ما اعرفش الكلام صح ولا لا يعني، بس لما تسافر بره لو انت دخلك قليل بتوفر لك حاجات كتير من الدوله تساعدك في الحياه يعني. حتى لو انت شغال كده برضه كده برضه لو انت دخلك قليل في بتاخد حاجه اسمها مثلا تاكس كريديت، اللي هو التاكس اللي بتدفعها بترجع لك تاني. لو انت في ليفل معين بتدفع تاكس، هنا حد بيشتغل بيدفع تاكس، بترجع لك تاكسي تاني في فلوسك. وعلى الاولاد بتاخد فلوس تمام. طبعا ده في ليفل معين، لو عديت الليفل ده، لو انت بدات مثلا فلوس دخلك الشهري وصل لحد معين، لا مفيش حاجه، ما تاخدش اي مساعدات خالص من الدوله. ماشي، انا عندي بقى سؤال اخير، مع ان هو ده كان فوق اخر سؤال. السؤال الاخير بقى السؤال الاخير اجابته عميقه، اصل انا كنت كاتب اسئله ولقيت السؤال ده اختفى. انا فاكره ان هو اجابته عميقه وطويله جدا. انا مش عايز شرح كتير، انا عايز يا لا. ترجع مصر ولا تفضل هنا؟ ما هو هقول لك حاجه، السؤال اجابته سهله جدا بس لازم انا اجهز له. ليه؟ لان اللي بيتفرج مش هيقدر يستوعب. يعني من الاخر اللي مش عايش في الحياه دي مش هيقدر يحس بالموضوع ده. انا بقول دايما كده، اللي بره عايز يرجع واللي جوه عايز يخرج. خلاص؟ فاللي بره عايز يطلع بس. اي حد، اغلبيه الناس المغتربه عايز ترجع. انا عايز تستقر. وهقولها يعني الالف مره الالف، لو معاك فلوس كويسه في بلدك تعمل احلى شغل. ده اللي انا شايفه شخصيا. الناس ممكن كتير تعترض على كلامي بس ده رايي الشخصي. خلاص احنا مش هنتابعك اكتر من كده يعني. استغلنا كريم استغلال رهيب، صورنا ثلاث فيديوهات اربع فيديوهات، انا مصور ثلاثه وانت مصور واحد يا عم زي الفل. والساعه دلوقتي 7، القطر الساعه 8 ساعه بالظبط. كام؟ 8 وربع. ساعه وربع. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ده دوس لايك واكتب كومنت، قول لي تحب نتكلم عن مواضيع من الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.